أنا من سكان هذه المدينة المطلة على شرفة البحر، وكلما تنادي علي ابنتي ارجع أيها الطائر سيتغير لون فمك، أبكي مرارا ما تركته من البيت دمعة دمعة دمعة. في التسعينات حطت رحالي في إمارة رأس الخيمة، وبدأت أبحث عن المنتديات والمؤسسات الثقافية والفكرية والفنية فيها، فعلمت أن هناك مسرح يسمى مسرح رأس الخيمة الوطني، وكان سابقا اسمه مسرح صقر الرشود. فذهبت إلى المسرح، وهناك التقيت بأحمد العسم، وكان شابا في مقتبل العمر يكتب القصيدة. وعندما عرف هذا الشاب أنني أكتب الشعر والنقد، جاء وقدم لي قصيدة وقال لي: أريد أن أعرف هل أنا شاعر أستطيع أن أكتب الشعر أم أنني لست كذلك. أخذت القصيدة منه وقلت له: غدا أخبرك. وإذا الناس قالوا عني أنا شاعر، فأنا إذن أنا شاعر، بس اللي أعرف أني أنا ألتقط التفاصيل الصغيرة اليومية. متجهين إلى الأماكن اللي يعني أحياناً أجد نفسي فيها، طبيعة الكتابة عندي مشاهدات وتأملات من خلال الشارع، من خلال الناس اللي ألتقيهم، حتى الدكاكين، حتى المطاعم، حتى الغيره. أنا سعيد يعني بوجودكم، لأن جئتوا تتعرفون على يعني نبض شاعر. كنا نركب السيارة من الشارقة إلى رأس الخيمة، فقدم لي قصيدة، فقلت له: سأقرأ القصيدة الآن وأعطيك رأيي بها. هو يقود السيارة وأنا أقرأ القصيدة. لم أقل له شيئاً، وإنما مزقت القصيدة بيدي وقلت: هذا ليس شعرا. فابتسم وقال لي: شكرا يا أستاذي، الآن سأتعلم كتابة الشعر. أحمد العسم يعطي روحه وعاطفته الدافئة، يهديها لقصيدته، بعد ذلك يزرقها بالنبض. كيف يزرقها بالنبض؟ عندما يتقرى مشكلات الحياة ويحولها من الخصوصية التي يعيشها هو إلى العمومية التي يعيشها الناس. أضرب مثالا على ذلك: عندما يتحدث عن فاتورة الكهرباء، هو عاش هذه التجربة، قطعت الكهرباء في بيته فترة طويلة من الزمن ولم يستطع أن يدفع هذه الفاتورة، فكتب قصيدة عن فاتورة الكهرباء وهو يتحدث عن نفسه، ولكنه في القصيدة نفسها عممها لتتحدث عن جميع الفقراء الذين لا يستطيعون دفع فاتورة الكهرباء الباهظة. أنا من النوع اللي أشعر نفسي كثير أبكي داخلياً، يعني أنا في أشعر أني عاطفي بقوة ومندفع بعاطفتي بقوة، لذلك لما أترك يعني المكان أشعر أني أنا تركت دمعة كبيرة سقطت وملأت هذا الكون كله، لأن أشعر المكان أمي، أشعر المكان أبوي، صديقي اللي مات في حادث سيارة، صديقي اللي مات في حادث طيارة، كل هذه المآسة خلقت مني شاعر. أنا بدخلها بيتنا القديم من هنا وبعدين بنطلع البحر، شو رأيك؟ أوكي؟ هذا الطريق يودي من بيتنا إلى السوق. هاي عمارة قديمة طبعاً
في يمكن في السبعينات هاي بنيت الإمارات. This is my house. Okay. السلام عليكم، كيف حالك؟ زين؟ سوي سلام يا أخي. تمام؟ تمام. الحمد لله. هذا بيتنا، بيتي القديم. لا أنا أرجع للمكان باستمرار حتى يمدني طاقة. في يوم من الأيام قال لي أحمد العسم أريد أن أصدر مجموعة الشعرية الأولى. فقلت له معك حق، فقد آن الأوان لكي تصدر مجموعتك الأولى. يحدث هذا فقط، سماها يحدث هذا فقط. أخبرني على الهاتف وقال لي أنا موجود على شاطئ البحر، هل تستطيع أن تأتي؟ قلت نعم آتيك فورا. قال لي الآن أهديت مجموعتي الأولى للبحر. أتمنى أن يقرأه الماء، أن يقرأه البحر. البحر حمل كثير عني، فلا بد أني أهدي هذا الكتاب. فكنت سعيد جدا فأني أنا في أني أنا طفل كبير، يعني هذا جاء مع ولادة ابني محمد بفترة يعني ونتاج جيد. وكنت دائما أحط أولادي في نصف عيني، أقول الكتاب سيظل لهم، والأب سيرحل لكن سيبقى في الكتاب. الآن نحن طبعا بنقطع الحديث شوي لأن متجهين إلى أمينة، وهنا في طقوس مختلفة. أنا لما أروح عند أمينة شوي تأخذني مثل رهبة الكهرباء، فجسدي بلا كهرباء فكيف لي العويل. الآن أنا جيت عند أمينة، هذه أمينة الشجرة. ممكن تطلعين النص؟ ليش؟ نص طويل ممتد بنتي، يعني حدث يعني من 2009 وأنا أكتب فيه. لأن هي كلها تقرينها من الأول لآخر كلها مرتبطة يعني. أنت إلى أمينة، أنت الطائر الأبيض الذي ينام على ذراعي والذي يرفع من قيمة الحدث في روحي. إلصقي جفني بك، ألصق جفني بك وتملئيني بالنعاس. لا تلقي بالا على هكذا يتأرجح أو يتقافز للغرفة باب ونوافذ وسر. متى ما جربت بأصابعك لمسهم عرف الماء طريقه إلى قلبي. شوفي أمينة هي يعني هي ممكن تسمينا البلد، ممكن تسمينا البنت، الولد، البنت، الأم، الجدة، أنتي الجميلة. هاي أمينة، أمينة تاريخ بلد. لو لاحظتي المجد ليدك اليسرى، لأن اليد اليسرى هي التي تضم بعاطفة، ما تضل اليمين، نحن نعتقد اليمين. فأنا وين جبت هذه الكلمة؟ جبتها من الناس. ما أبغى تخلص لأن يمكن ما أكتب شعر بعدين، فخليت تستمد تكتب شعر. أحب هذا النص لأني وعدت أمي أني أنا بكتبه. أمينة هي مجموعة قصائد يعمل عليها الشاعر منذ بضع سنوات، ويحاول أن يجمع ما استطاع حول هذه الأشعار لكي تكون يعني قصائد إنسانية. وأعتقد أن هذه المجموعة سيكون لها صدى جميلا في المستقبل. لكن شو أشوف نفسي بعد سنوات؟ أظن
سأرجع مثل ما كنت طفلا أرسم شجرة يابسة وأذهب وأنا بعروق ناشفة إلى الله. الحمد لله وشكر الله فضل الله سبحانه وتعالى وتشجيع الآخرين. يعني عندي حوالي 12 كتاب شعر، كتابين أو ثلاث كتب، كتابات نثرية مفتوحة، الآن مستمر على 4 مخطوطات، وإذا الله أعطاني العمر أخلصهن وأقدم. ورأيا وحضورا ومتابعة في المهرجانات والمحاضرات والجرائد، والآن أحمد العسم شئت أم أبيت يمثل أحد رواد كتابة القصيدة النثرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتسنم مع بعض الشعراء مركز الصدى. عجبتك؟ انت مستانسه كلش؟ والله بتروحين تقولين قالنا احمد العسام شعر؟ اكيد. ممكن امشي اقول شعر، ممكن اضيج اقول شعر، فرحان اقول شعر، الكلمه تختلط. يعني في راس الخيمه مثلا مره شعرت شعور اني انا احب راس الخيمه كثير. طبعا انا احب دولتي، دوله الامارات العربيه المتحده، اقول احببتك حتى اصبحت مثلا قد لا يهدى هذا العناق، لك العافية ولي الصبر على امتداد العطش، ففيك ألعب وأضحك وفيك أشاق، وبعد أن ينام الجميع سأخرج ربما تفجر من جسدك الذهب.